لم تدع الحرب شيئا إلا وقفت عليه، السياسة والاقتصاد والبنية التحتية. ومثلما انتهت السياسة وحضر السلاح، انهار الاقتصاد وانتعشت السوق السوداء. وعلى مدار العام 2016 صنف الوضع الاقتصادي أحد أكبر ضحايا الحرب في اليمن. تصدع سعر الريال فهوت قيمته خاسفة بأسعار السلع والخدمات، بعد أن طل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيا على تهاوي العملة أمام الدولار، قبل أن تنجح الحكومة في نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن. توقفت المرتبات لأشهر طويلة ولا تزال، ووجد الناس في المحافظات المحررة مساحة للخروج للتظاهر محتجين، لكن القاطنين في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين لم يجرؤوا على ذلك. فثمة وحش لا يرى في حرية الاحتجاج حقا كما لا يرى في حاجة هؤلاء للخبز والصحة والدواء. ازدحمت أخبار السوق في التأكيد على عجز اليمن عن توفير بعض المواد الأساسية كالأرز والسكر، ووصل العجز إلى خطوط الائتمان المتبقية على القمح والدواء. ذلك أن الإنقلابيين بالغوا في العبث بالإحتياطي النقدي وتسخير كل موارد البلاد للمجهود الحربي، حتى السوق المحلية فرضوا عليها إتاوات لصالح الحرب، ليصل بهم الأمر إلى إفلاس البنوك الواقعة تحت سيطرتهم. حدث ذلك بالرغم من توالي تحذيرات المنظمات الدولية جراء الانهيار الذي يساق إليه اليمنيون، وما تعكسه من تبعات تجلت في مظاهر الجوع والبؤس والحرمان. يحدث هذا في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. أما تلك التي عادت إلى حضن الشرعية فلا تزال الحرب ماثلة في ملامحها، حتى أحوال الناس لا تحتمل، فمعظم من دمرت منازلهم بالكامل يعيشون بلا مأوى، فيما يقطن آخرون بقايا منازل مدمرة تنتظر ولا بصيص أمل يلوح في الأفق. ذلك أن البلاد لم تخرج بعد من فم الحرب. نجحت الحكومة في نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، والشروع في عملية صرف مرتبات الجيش والأمن، على أن يتم أيضا صرف مرتبات المدنيين حسب وعودها. كما أقرت الحكومة بنقل عائدات النفط والغاز، ما اعتبره كثيرون ضربة موجعة للإنقلابيين ومحاصرتهم اقتصاديا، وخطوة مهمة في طريق تجفيف موارد الحرب واستعادة ثقة الشارع بها. بقي فقط على الحكومة إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية باستكمال تشغيل البنك المركزي وتهيئة البيئة لاستكمال نقل الفروع الرئيسة للبنوك التجارية إلى عدن واستعادة الثقة في القطاع المصرفي. أما وقد تداعى الجيران لرسم خارطة إعمار اليمن وحث الخطى إلى أشلاء مدن منهكة، فذاك أمر بالغ الاهتمام، لكنه في الوقت الراهن يبقى مجرد حديث نظري غير مؤكد. ما إذا كانت الحرب ستخلد في نهايتها في الوقت القريب وتفسح المجال أمام خطوات إعادة الإعمار، لكن المؤكد أن ما دمرته الحرب في عامين يستطيع الاقتصاد اللاحق إعادة ترميمه، غير أن هذا مرهون بوقف القتال وإنهاء مظاهر الانقلاب والتسلح.